نروح إلى فقرة موضوعها ما بنبطلش نتكلم فيه، أو الموضوع المتعلق بيها ما بنبطلش نتكلم فيه. بنتكلم على إذا كنا بقالنا سنين طويلة بنتكلم على حماية المرأة وحقوق المرأة وتمكين المرأة، فطول الوقت بننظر بعين الاعتبار إلى المجالس والمؤسسات التي تعمل على رعاية المرأة ودعم المرأة. طبعا أبرز هذه المؤسسات على الإطلاق وأكبرها ربما في مصر هو المجلس القومي للمرأة. هذا المجلس بيقوم بدور عظيم جدا جدا في التعامل، مش بس مع في من زاوية الرشد والنصائح، وإنما أيضا التعامل مع الشكاوى الواردة إليه وحل هذه المشاكل المتعلقة بالمرأة وباختلاف هذه المشاكل. فعلا يا منى، يمكن في أغسطس الماضي فقط تم استقبال 3110 من عدد الشكاوى، طبقا للشكاوى متنوعة ومختلفة بتكون في مجالات عديدة جدا بيحرص مكتب الشكاوى أن هو يتعامل معها بالطرق الصحيحة. المكتب بيقوم بتقديم الخدمات للسيدات عبر العديد من قنوات استقبال الشكاوى بالمكتب، سواء من خلال الخط المختصر أو من خلال المقابلات الشخصية. بصفة دائمة بيقدم المكتب أو بيقدم المشورة المناسبة في المجال القانوني وأيضا في المجال الاجتماعي وفي المجال النفسي لعدد كبير من هذه الشكاوى اللي بتوصلها. عايزين نعرف أكتر تفاصيل أكتر عن هذا المكتب، دور هذا المكتب، وإيه نوعية المشاكل اللي ممكن أو الشكاوى اللي ممكن تكون بتوصل لهم. والحقيقة كمان إحنا دايما في هذه النوعية من الفقرات الهامة جدا بنبقى عايزين كمان نوجه معلومة ونزيد الوعي لجزئية إزاي من لديها مشكلة من سيدة، فتاة صغيرة، مرأة عموما، تقدر توجه شكوتها إلى هذا المكتب. إزاي توصل أصلا للمكتب ده؟ هل في خط ساخن؟ هل في إيميل؟ هل الشكاوى بتتقري فعلا؟ هل بتتقري بسرعة ولا بتاخد وقت؟ طب آليات عمل هذه الشكاوى؟ كل ده هنتكلم فيه إن شاء الله مع ضيفتنا الكريمة اللي منورانا الآن عبر سكايب، الأستاذة أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة. يا أهلا وسهلا بحضرتك أستاذتنا. صباح الخير أستاذة. أهلا وسهلا، صباح الخير، ازيكم؟ أستاذة أمل، المكتب طول الوقت عليه يعني العين عليه في استقباله لعدد كبير من الشكاوى، وكيف يتعامل معها المكتب. اسمحيلي في البداية أسأل حضرتك عن طبيعة أو نوع المشاكل اللي بتسمحوا بيها في هذا المكتب، أو حضرتك ممكن تقولي لي مفيش حاجة اسمها بنسمح بيها، إحنا أي سيدة أو فتاة بتتواصل معنا بنشوف هي مشكلتها فين، وحتى لو حاجة مش عندنا إحنا ممكن نوجهها إلى الغير. تفضلي. إحنا مكتب شكاوي المرأة موجود في 27 محافظة، عندنا اختصاصات محددة زي مشاكل الأحوال الشخصية، الولاية عن النفس والولاية عن المال، العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، العنف الابتزاز أو العنف الإلكتروني، قضايا الميراث، المشاكل الأسرية، الدعم الاجتماعي والدعم النفسي، ومشاكل العمل لو في تمييز ضدها يعني في العمل. فإحنا عندنا 12 اختصاص بنتعامل فيه مع السيدة فوق سن 18 سنة، لأنه في مجلس بيتعامل مع الأطفال أقل من 18 سنة، مع الفتيات يعني أقل من 18 سنة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة. ال 27 فرع استقبلوا السنة دي من يناير للنهاردة حوالي 23,000 شكوى عن طريق يعني قنوات مختلفة زي المقابلة، إن هم السيدات بتجيلنا المكتب لأن إحنا بيئة آمنة بالنسبة لها، أو بتتواصل معنا عن طريق 15115 أو عن طريق الواتساب أو الفيسبوك أو أي وسيلة أخرى، تاخد استشارة قانونية أو اجتماعية أو نفسية في الإشكالية اللي هي بتبقى واقعة فيها. إحنا فريق عمل كبير بندير الحالة باحترافية كبيرة، بنستقبل السيدة على إن هي جزء من يعني مشكلتها جزء من مشكلتنا، إنه إحنا نقدر إنه بكل العلم اللي عندنا نوصلها لبر الأمان ونديها الاستشارة السليمة تاخد. تمام.
طيب خلينا نمشي مع حضرتك أستاذة أمل في الخطوات بالترتيب، من أول ما بيبقى في شكوى حد جه سواء جه في المكتب أو أحد هذه الفروع للمكاتب التابعة لكم أو من خلال الخط الساخن اللي حضرتك قلتيه وبنفكر تاني السيدات ب 15115 جالكم شكوى وأيا كان نوعها بتتعاملوا إزاي على هذه الشكاوى خطوة بخطوة؟ فرضا السيدة بتيجي بتقول أنا مش عارفة أخد النفقة بتاعتي أو المعاش بتاعي متأخر لأي سبب من الأسباب، تمام، فمدير الحالة بتاعنا بيبتدي يتعامل معها يدربش، يقول لها إيه المشكلة، طب أنت عملت إيه، طب إيه، ويبتدي يكتشف مشاكل أخرى في حياتها هي اللي عاملة لها الأزمة مش اللي هي جاية لنا فيه مثلا. فبنبتدي نديها استشارة قانونية، بتنتقل للقسم القانوني لو هي محتاجة استشارة قانونية، محتاجة ترفع قضايا أو حاجة، عندنا مجموعة من الكبيرة من 600 محامي متطوع على مستوى الجمهورية بيرفع لها القضية بالمجان، وبنتابع معاها لغاية ما توصل ان هي تاخد حكم سواء بالسلب او الايجاب، بس بنتابع معاها لغايه ما توصل للهدف المنشود بالنسبه لها يعني. تمام. طب ده فيما يخص الاجراءات القانونيه، لو استشاره محتاجه دعم نفسي او نوع اخر من الدعم. احنا عندنا مجموعه من الشركاء في العمل زي النيابه العامه، وزاره القطاع حقوق الانسان في وزاره الداخليه، وزاره التضامن طبعا بجميع قطاعاتها، وزاره العمل، وحدات تكافؤ الفرص في جميع الوزارات، والامانه العامه للصحه النفسيه، وقطاع لم الشمل بالازهر الشريف، وطبعا عدد من الجامعات الاهليه في مختلف المجالات، بحيث انه بنشتغل كفريق عمل كبير، بنعتبر يعني انه ده الفريق العمل بتاعنا على حسب الحاله اللي جايه لنا، السيده اللي جايه لنا والمشكلات اللي عندها، بنبتدي نوجهها لاقرب شريك منهم لحل المشكله اللي هي جايه فيه. تمام. حضرتك ذكرتي من شويه يا فندم انه ممكن السيده تكون جاي او يعني الفتاه فوق 18 سنه تكون جايه لحضراتكم بمشكله وعماله تتكلم فيها، ثم الفريق المتخصص عند حضراتكم يكتشف وهي بتتكلم انه هي عندها مشكله تانية خالص هي اللي ممكن تبقى عامله لها الازمه دي او تستدعي التدخل. لا يعني هي المشكله قبل اللي بتقولها لكن في مشاكل تانية زي كمان مثلا ادمان احد افراد الاسره، يعني العنف دايما لو يعني هي جايه عشان مشكله عنف دايما بيبقى في آثار إنه في إدمان في فرد من أفراد الأسرة، إنه في عصبية، إنه في معاش هي تستحقه وما تعرفش عنه، ما عندهاش علم بيه، إنه في شق قانوني ممكن إن إحنا نساعدها فيه أو نديها استشارة فيه أو نقول لها إن أنت ليكي حل قانوني في الحتة الفلانية، بيبقى على حسب المرحلة بتاعت الفضفضة اللي في الأول. تمام. المثل اللي حضرتك بدأتيه دلوقتي وحضرتك بتجاوبي على موضوع الإدمان كمثل يعني ده يودينا لنقطة تانية، إنه إيه أكتر الجهات اللي المجلس القومي للمرأة في هذه المنظومة اللي هي تلقي الشكاوى من السيدات، إيه أكتر الجهات اللي على طول في تواصل معاها ما بين حضراتكم ما بينهم اللي ليهم عشان تشكلوا مع بعض فريق عمل لحل مشاكل السيدات من واقع طبعا يعني أغلب الشكاوى اللي بتيجي لحضراتكم؟ النيابه العامه طبعا ووزاره التضامن، كل الجهات يعني احنا بنشتغل مع كل الجهات، النيابه العامه، وزاره التضامن، الامانه العامه للصحه النفسيه، وزاره الداخليه طبعا عشان تنفيذ الاحكام لو في مشكله تنفيذ احكام، بنحاول مع يعني بنشتغل معاهم، ففي كل الجهات والجامعات الاهليه احنا بنشتغل مع على حسب ما فيش سيدة هتخش لنا نقول لها لا أنا بشتغل في مع الناس دول بس، فإحنا بنوسع الشركاء بتوعنا على قد ما نقدر بحيث إنه نقدر نخدم أكبر عدد من السيدات أو نوجهها على الأقل، نبقى عندنا المعلومة عشان نوجهها إنه في ممكن تعملي قرض أو تعملي مثلا مشروع صغير مع الجهة الفلانية، تعملي كذا مع الجهة، في معلومات ممكن تبقى غايبة عنها. إحنا دايما الشخص اللي هو بيبقى في مشكله بيبقى مخه مش قادر ان هو يستوعب يحلها ازاي،
ممكن تبقى المعلومة قدامه بس هو مش شايفها، سواء معلومة تمام. قانونية أو اجتماعية أو اقتصادية أو أي حاجة. يعني طول النهار إحنا في مبادرات رئاسية كتير عن دعم اقتصادي ودعم أي مشروع صغير. وتمكين للمرأة. طب يا نعم. ستي ما أنت لو عندك أنت أو تمكين للمرأة طبعا، طب أنت عندك أهو الإعلانات طول النهار، روحي لها. إيه ده، ما أعرفش إن ده موجود. لا موجود، بالظبط روحي زي ما حضرتك ونعملي بتقولي، الواحد وهو في عز المشكلة بيبقى دماغه مركزة تماما مع بيبقى. المشكلة ومش قادر فاحنا يفكر في نقط انا تانية. بعتبر ان بعتبر نص نجاحنا هو تفتيح مدارك السيدة وتوعيتها انه في حقوق اخرى ليها لحل المشكلة دي، وفي كذا طريق ممكن تمشي فيه، سواء طريق القضاء، طريق الاجتماعي، طريق الاقتصادي، بيبقى في ايضا قطاع قدامها مهم كذا جدا كذا حل. حضرتك ذكرتيه استاذ امل، وهو قطاع لم الشمل، وده بالتعاون مع الازهر الشريف. يمكن دي نقطه مهمه نحب نركز مع حضرتك عليها، لان احد الانتقادات اللي بنقراها بشكل غير منطقي الحقيقه على مواقع التواصل الاجتماعي ان هو دايما بتاخده صف المراه، وان ده احيانا بيتسبب في ان الاسره بتتفكك او غيره. ما حدش بيحب يلقي اللوم على نفسه، ما حدش بيحب يقول او يعترف ان هو انا ممكن كنت سبب في هذه المشكله، انا ما كنتش بتعامل صح، ما كنتش بدي الناس حقوقها، انا اللي تسببت ان هي تلجا ان هي تدور على مساعده خارجيه علشان تاخد حقوقها او غيره. وبالتالي هنا برضو فكره ان انتوا بتحاولوا ايضا لم الشمل، يا ريت حضرتك تكلمينا عن هذا القطاع مع الازهر الشريف. قطاع مهم جدا في الازهر الشريف، بيرقصه عالم جليل دكتور اسامه الحديدي، بيساعدوا بقلبهم كل يعني في مشاكل كتير، سواء أسرية ما بين زوج وزوجة أو أسرية ما بين أب وأخواته وأم. فالحقيقة كان في كذا يعني كذا قصة أو كذا يعني سيدة لجأت لنا ووجهناها وحلت المشكلة بتاعتها من غير ما تلجأ لخطوات أصعب، يعني زي مثلا قضاء أو غيره. تمام. فهو قطاع مهم جدا، جهة محتاجينها الفترة دي ان هي الناس تلجأ لها بصورة اقوى واكبر قبل ما ياخدوا اي اجراء او قرار يهد أسرة أو يفككها. يعني أنه دايما أي تفكيك بيحصل بيبقى ليه تأثير سلبي على الأطفال طبعا، وبالتالي دايما الحلول السلمية قدر الإمكان في الأول بتبدأوا بيها حلول إصلاحية، خلينا نقول بالضبط. فاحنا بنحاول ان احنا نلجأ للحلول الإصلاحية الأول بحيث انه تجنب مصاريف كتير وشغل وخلافات كتير احنا في غنى عنها. الكوادر البشرية يا أستاذة أمل اللي موجودة في المكاتب عند حضراتكم، إزاي بيتم اختيارها الأول، يعني من أول مرحلة الاختيار، ثم إزاي بيتم تدريبها؟ يعني بعتقد مثلا أنه حتى نوع المشاكل المجتمعية أو نوع مثلا الجرائم اللي ممكن الواحد يشوفها في بتتغير كل شوية، بنسمع عن حاجات ما كناش بنسمع عنها قبل كده، هل كل ده مثلا بيحتاج يخلي حضراتكم طول الوقت في دورات تدريبية بناء على المستجدات اللي بتحصل في عموما، يعني وعلى يعني شكل المجتمع حتى وطبيعة المشاكل اللي ممكن المرأة تواجهها؟ احنا سؤال حضرتك جميل جدا. احنا فريق العمل مكون من 70 محامي واخصائي نفسي واخصائي اجتماعي. المحامين دول يعني الفريق كله مؤهل اجتماعيا ونفسيا وقانونيا، وبيتم تدريبه بمعدل كل من شهرين لثلاثة على تدريبات مختلفة وفقا للحالات. يعني احنا بندرس الحالات اللي بتجيلنا وبنبتدي نطور أداء الخدمة بتاعتنا بمعدل شهري أو كل أو نص أو ربع سنوي، بحيث ان احنا نبقى مواكبين كل المبادرات والمشاكل الاشكاليات اللي ممكن تبقى موجوده، ونبقى مطلعين على اكبر عدد من ممكن من المعلومات، وفي نفس الوقت ان احنا بنهدي نفسنا من المشاكل، من كم الاشكاليات اللي احنا بنشوفها، انه الفريق ما يبتديش يتاثر او يجي له يعني مش امراض بس يعني يجي له حاجات تضايقه ويأثر ده على أدائه، يعني عطائه او أدائه المستمر. فحضرتك احنا بندرب بمعدل كل 3 شهور.
دي نقطة مهمة على جدا أي أستاذ أي أمل، لأن برضه على الواحد كل ما على بيتعرض على مواضيع كتير لمشاكل جديدة بيتأثر بيها سواء نفسيا. وبنواكب كل ما هو جديد عالميا ومحليا. هل في نوع من الشكاوى أو المشاكل بتعجزوا عن التعامل معها؟ بتكون صعبة أو خارج نطاق مثلا، مش عايز أقول مسؤوليتكم، ولكن خارج نطاق قدرتكم على التعامل معها؟ بعض قضايا الميراث اللي بتبقى فيها تدخلات معقدة بنحاول طبعا مع المحامين والقضاء وكده، بس بتاخد وقت أطول من العادي وممكن في الآخر ما تتحلش لعادات بقى وتقاليد وحاجات خارجة عن إرادتنا وفقا يعني، أو في تدخلات في الميراث يعني. اللي بنعجز يعني، انا شخصيا بقف قبل وبفكر قبل ما نتخذ اي حاجه، العنف المبالغ فيه الاسري المبالغ فيه ما بين الاهل مع بعضهم يعني، الاب مثلا مش مع الاطفال، الاهل يعني مع الاب مع اولاده اللي فوق سن 23 او 18 سنه. فوق هذا السن في عنف جسدي في التعامل لسه ممكن يبقى موجود؟ بيجي لنا حالات كده للأسف، ودي بتبقى صعبة جدا بالنسبة لي، لأنه الحلول بتاعتها معناها خروج البنت بره البيت واحتمالية عدم رجوعها تاني، لأنه بيبقى فيه خلاص انفصال، مفيش تقبل ليهم مع بعض، فده بيبقى صعب جدا لأنه ما عندناش الأماكن اللي ممكن تستقبل بنت فترة طويلة. وفي نفس الوقت ده شطاب في الأسرة، احنا ما نرضاش بيه يعني. حضرتك تتكلمي على سن، احنا يعني سن خلاص انت وأكبر من كده كمان ساعات كمان يعني، يعني دي سيدة أو السن ده ممكن أصلا تكون متزوجة أو فاتحة بيت، في يعني عندها خلاص اللي هي الـ كل الأساسيات وربيت خلاص. لا ما هي متزوجة وفاتحة بيت خلاص، لا هي بتبقى في نطاق قاعدة في البيت يعني، مش ما انفصلتش عن الأسرة. أنا فاهم، أنا أقصد أنه خلاص يعني هذا السن بيبقى شخص ناضج وشخص كبير وشخص يعني خلاص مش لسه من أول وجديد بتربيه، أو حتى في التربية العادية مش مقبول العنف، فما بالك مع حد كبير، ده أنت بتأثر فيه نفسيا بشكل إزاي على بقية عمره؟ بشكل أوحق. أنا متهيألي أن ده بيبقى بشكل أسوأ، لأنه بيبقى لا حول ولا يعني، هو طبعا هو العنف في مجمله سواء لاطفال او لكبار يعني مش حل سلمي في الاسره يعني، مش حل يبني بني ادم خالص. احنا دلوقتي بنسعى انه يبقى في تنميه للبني ادم. النهارده في مبادرات كتير انه بننمي البني ادم تعليميا وعلميا واقتصاديا وعلى جميع الأصعدة والمستويات، وفي تدريبات أونلاين وفي شغل أونلاين وفي مدارك كتير ممكن البني آدم يوصل لها. فالعنف سلسلة العنف دي بتوصل الشخص إن هو بيفضل مش قادر إن هو يتعامل مع المجتمع بشكل إيجابي طول عمره. تمام. فده مش تربية سليمة يعني. أكيد. أستاذة أمل، النصيحة من حضرتك توجهيها لكل امرأة ولكل فتاة بتسمعنا دلوقتي، الدور التوعوي لحضراتكم في المجلس لا يقل أبدا أهمية عن الدور بقى الخدمي نفسه وتقديم يد المساعدة لها، تحب تقول لها إيه دلوقتي إذا ما تعرضت في أي لحظة من اللحظات لأي شكل من أشكال العنف أو الاضطهاد أو التعذيب أو لأي مشكلة؟ وزي ما حضرتك قلتي ممكن يبقى هي عندها مشكلة هي أصلا مش حاسة بيها وبتتكلم على حاجة تانية، فيتم توجيه أو لفت نظرها أنه في مشاكل أخرى ممكن تكون بتواجهها. تفضلي. أنا مش هقول لما هي عارفة لما يحصل لها مشكلة في العنف أو كده تكلمنا على 15-15 هنبتدي نوجهها. لكن أنا بتكلم قبل كده، لازم يبقى تحافظ على تعليمها وتحافظ على شغلها واقتصادها وتنمية نفسها، لأنه دلوقتي المجتمع بيحب نبقى يعني يبقى في توازن قوة ما بين ما بين أطراف الأسرة كلها. النهاردة إحنا دولة محتاجة لكل إيد وكل بني آدم إن هو يشتغل، ففي مدى تدور على أي
تمام مكان ممكن تمام تقدر تستوعب فيه يعني عشان تبقى قوية بس كل الإصابة. الشكر لحضرتك يا ضيفتنا الكريمة الأستاذة أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة. شكرا لحضرتك يا فندم.